سيد نور الدين، يعني بيانات اقتصادية سلبية خاصة من فرنسا وألمانيا، ماذا تعني هذه البيانات؟ نعم باب، استمرار الحديث عن نفس النهج وتغيير التوقعات للبنوك المركزية. خلال الربع الثالث من العام الماضي كانت توقعات البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أنه الربع الرابع من العام 2012 تكون نوع من البوتومينج، أو نوع من أنه يعني وصلنا إلى القاع والعودة إلى النمو من جديد. هذا الكلام لم يتحقق. اليوم شهدنا ليست فقط في فرنسا ولا حتى في ألمانيا ولا حتى في إيطاليا، البرتغال انكمش الاقتصاد بحوالي 1.8%، قبرص بحوالي 9% أو 19%. هذه الأرقام جميعها تشير إلى أنه فعليا سياسة التقشف عم تعطي نتيجة، ولا سياسة إغراق الأسواق المالية بالمزيد من يعني إجراءات التيسير الكمي أيضا لم تعطي الفائدة للاقتصاد بقدر ما أعطته للأسواق المالية. فاستمرار فعليا السياسات الحالية كما ذكرت لك المرة الماضية أنه لن تفيد فعليا، وأزمة التي نتوقعها خلال نهاية العام هي فقاعة السندات بسبب السياسات الحالية أصبحت أكثر وجودا. في هناك البعض يتكلم عن أنه الآن يعني الانكماشات اللي حصلت بسبب نهايه العام، وهناك كان في عوامل الطقس، لكن بالنهايه لو كانت عوامل الطقس لن تكون باكثر من 15، لكن باكثر من 15 تعتبر مشكله. نعم، هذا كنت ما ساسالك عنه، يعني هل هذه البيانات هي نتيجه سياسات التقشف المتواصله التي اثبتت انها ليست الحل على مدى السنوات الماضيه، وربما الداعين الى تحفيز النمو هم كانوا الاكثر ربما ايجابيه في حل ازمه اوروبا؟ لا، هي بالحالتين راح تكون نفس الشيء. ليش؟ السبب اول شيء اذا بدي ازيد انا الانفاق راح اجل الازمه لفتره ابعد، بما معنى انه انا راح اقترض عشان انفق على الاقتصاد من مصاري انا مش موجوده عندي، لكن بكسب بعض الوقت، وهذا ما حصل خلال السنوات الماضيه. لكن التقشف راح يرجعني في مرحله ركود طويل انا ما بدي اياها، او انا يعني احاول بشكل من الاشكال تجنبها، وهذا لن يحصل ايضا بنفس الوقت. يجب على الاقتصاد العالمي وعلى كل الحكومات تحمل مسؤوليه ان ندخل في ركود من جديد، لكنه سيكون ركود طويل من خلال عدم الاقتراض للصرف على الاقتصادات اللي هي اصلا من كاش او من اموال لا تملكها الدول ولا حتى تملكها الحكومات الا بالذهب. فاعتقد ان الامور ستبقى على ما هي عليه، وطالما ان هناك لا زالت نفس السياسات الاقتراض والتقشف ايضا، يعني ستبقى الامور على ما هي عليه حتى نهايه العام. نامل ان لا نرى يعني فقاعه السندات، لكن كل المؤشرات الى الان تشير إلى توسعها، وبدأنا الآن نسمع السياسيين يتكلمون عن هذه الأزمة. نعم سيد نور الدين، يعني نائب رئيس المركزية الأوروبية يدعو إلى خفض الفائدة إلى سلبية، برأيك هل هو هذا الحل لتحفيز الاقتصاد؟ ممكن، احد الامور الممكنه. نعم، يعني هناك في عندنا بنوك في سويسرا الان بدات بي 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 يعني بتخفيض الفائده على الودائع، وايضا على اي وديعة ممكن انت تروح لاي بنك سويسري الان تعطيه مثلا وديعه يقول لك لازم تدفع لي عشان احط لك الوديعه هاي. فالتنقيص من او نسبه الفائده الى السالب هذا شيء وارد وممكن، لكنه ايضا يعتبر احد الحلول، لكن الحلول سيكون ايضا حل طويل الاجل. لن يكون هناك او لا نتوقع ان يكون هناك او ما حد يتخيل انه الازمه اللي احنا فيها او اللي حصلت منذ 2007 الى الان هي ازمه ستستمر فقط او استمرت او انتهت. يعني الأسوأ نعتقد انه لسه لم ياتي بعد. طبعا التشاؤميه فقط من السياسات البنوك التي هي تعلم فعليا أن السياسات الحالية على مدار الأربع سنوات الماضية منذ الأزمة المالية العالمية إلى الآن لم تأتي بثمارها للاقتصاد، لكنها أتت بثمارها للأسواق المالية. نعم، إذا من دبي كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال نور الدين الحموري، شكرا لك. من المنتظر أن يوقع رئيس